السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا ويا مسهلا، واسعد الله اوقاتكم كل خير. تحبون السوالف الجميلة وتحبون القصص اللي منها فوائد، وحنا برضه نحاول ندور الأشياء المفيدة ونتكلم فيها على أساس يكون المحتوى إن شاء الله مقبول عندكم ويكون يعني مرضي. فقصة اليوم حصلت على مجموعة من الشباب ساكنين لهم في شقة، والجماعة هذولا كان عندهم بس ملازمهم، لكن البس هذا لا هو يؤذيهم ولا هو يسوي لهم أي حاجة. ويوم من الأيام في واحد من الشباب هذولا عنده شوية شيطانة، بعد الغداء كان البس يعطينا أكل عند الباب وجالس يأكل، وهو خلص الأكل أنت يا الصبي هذا أو الولد هذا قام من على الأكل ومر على البس هذا وضربه على بطنه برجله ضربة قوية، قام البس وهرب واختفى. يقول لك سبحان الله بعد ما ضرب البس هذا جاه مرض غريب وصار يغمى عليه، يودون المستشفى قالوا ما في شيء، يعطونه مغذي ويطلع وترجع لنفس الحالة. وبتل على هذا الموضوع حوالي أسبوع، يوم جاء بعد أسبوع وحسوا أنه يعني طيب وكذا، قالوا إيش رأيكم نطلع رحلة نتنفس شوي وعسى خوينا هذا يرتاح. اتفقوا وطلعوا، طلعوا في ذاك الوادي اللي بعيد عن المدينة وحطوا خيمتهم، ولكن بعد كل فترة خويهم هذا يجيه صرع ينصرع شوي ترجع لها الحالة، وغثهم في الرحلة هذه. المهم يوم جاء بعد المغرب إلا شايفين فيه جيران لهم تحت شاب لهم ضوء، قال واحد من الشباب خلنا نروح نتعرف على هالجيران يمكن نعزمهم، يمكن معهم شباب يعرفون يلعبون بلوت يلعبون معنا، شافهم شباب ما عندهم عوائل. قام اثنين وراحوا لهم بعد المغرب، يوم جولة فيهم حوالي 4 أنفار وعندهم واحد متغطي نايم، سلموا عليهم وقلطوهم. بعد ما قلطوهم الشخص هذا اللي نايم حصله يون يتألم، قالوا سلامات عسى ما عندكم شر، وش خويكم هذا؟ قال واحد منهم له لحية شايبة كذا، قال والله خوينا هذا يمس، قال يمس لحيته، والله خوينا هذا اليوم له وقته تعبان مضروب على بطنه، يقول الشايب وحنا ما فكرنا في الموضوع هذا، مضروب على بطنه وإن شاء الله بيتعافى قريب. قال يوم قال مضروب على بطنه يقول تذكرت البس هذا، تذكرت ضربة خوينا البس، يقول في جسمي صابه قشعريرة، خوي يقول ما حس خوي في الموضوع، جسمي صابه زي القشعريرة. فيقول حدقت انا في الرجال هذا الشايب، لا والله عيونه تولع، عيونه زي عيون البس، يقول فاذكر الله بيني بين خاطري، يقول لساني ينعقد، يقول اذكر الله لساني ينعقد ما عاد مشى معي، وامسك خوي ابغاه يشدني عشان اقوم، يقول انا ما عاد قدرت اقوم من الخوف، يقول جاتني مركب اللي يقولون، فأشر الخوي. قال فلا الرجال اللي منسدح يوم كشف البطانية وطالع فينا ولا وجهه، جسمه جسم إنسان ووجهه وجه بس، ولا هذا البس حقنا اللي نعرفه خوينا الأول، يقول خوي شافه الحين شاف الموضوع هذا، يقول قلنا قال خوي ما شاء الله عليه جاسر، يقول كلمهم وقال احنا آسفين وحنا اللي تبونا بنقدمه لخويكم هذا نعالجه، وابشروا احنا ما رضينا، قال هو هذا المنسدح، لا هذولا ما سووا لي شيء، هذولا ما سووا لي شيء، يقول كأن هذا اللي قدامنا يبون يضربوننا او كأنهم هموا فينا، فيكلمهم هذا يقول لا هذا ما سووا شيء، سوا فيني فلان، يقول ادعيه بالاسم. يقول احنا اختبصنا خوي صراحة قوي وصار يتجادل معهم، يقول
يقول الطبحن هذول هم جن. يقول قمنا من محلنا وقالوا إذا تعاوى خويك خوينا خويكم بيطيب، وإذا ما تعاوى خوينا خويكم إذا ما تخوينا خويكم بيموت. يقول بالعبارة هذه. يقول قمنا من عندهم ونمشي ما قدرنا نطالع ورا. يقول حتى جينا خويانا قال أنا متعجم، قال خوي هذا هو اللي يقودني ماسكني بيدي يمشي. حتى جينا خويانا يا خويانا العلم فيه والخبر فيه، قال نعلمهم السالفة، قالوا هم يتنافضون. قال في هذه الأثناء الضوء اختفت ما عاد شفناه. يقول أخويانا ما صدقوا، لحين قلنا شوف الضوء، هم قد شافوا الضوء في العصرية وشافوا الزول، لكن يوم قلنا لهم الكلام هذا ما صدقوا وطالعون محل الضوء ما عاد شافوه. المهم يقول احنا شلينا عفشنا وشلينا عشانا وركبنا سيارتنا وتحركنا على المدينة. خوينا هذا مرة يصحى ومرة يمر. بعد يمكن شهر أو شهرين طاب خويهم فاسمعوا سبحان الله في الآية الكريمة يقول وما من دابة تمشي أو تزحف على الأرض إلا أمم مثلكم. هذا معنى الآية، اللهم لا تحريف، لكن هذا معنى الآية. فكل ما تشوفونه في الأرض ترى أمم مثلنا، ناس وقبائل وعوائل وكبار وصغار ولهم رئيس ولهم مريوس ولهم. أنت ليش تتعرض يا أخي؟ أنت مالك حق تتعرض، البس هذا، البس هذا هو زيك يعني أمم مثلك، له قبيلة وله ناس وله. فأنت أخطيت عليه يا الأخ العزيز، أخطيت عليه، والحمد لله أنه طاب. ولكن العبرة أنك لا تتعرض حيوان مسالم. يعني شوف حيوان مؤذي الله أعلم ما في مشكلة، لكن حيوان مسالم لا تتعرض يا أخي. القصة والله عجبتني، حبيت أني أنشرها، إن شاء الله تستفيدون منها، ويعطيكم العافية وسلامتكم.